السلام عليكم ومرحبا بكم في توك شو رمضان اليومي والمباشر ساعة قبل الفطور. اليوم 10 رمضان الكريم والفضيل، وجدنا لكم بزاف ديال المفاجآت المستملحات والطرائف والفقرات اللي ولات محبوبة عندكم واللي ولفتوا عليها. معنا باغمي لي كرونيكور ديال ساعة قبل الفطور رشيد، وما أدراكم رشيد رفيق. السلام عليكم. 10 ايام اليوم في رمضان، كنتمنوا ندوزوا معكم هاد 20 يوم الى صمنا 30 يوم في رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. معنا كذلك كوتش حسنة خبزي، مرحبا بك. شكرا اسامه، كالعاده مرحبا بنا عندكم، مرحبا بكم عندنا، وصيام مقبول. معنا مول طاقيه واللي هو انس ياخير. شكرا اسامه، نهاركم مبروك وصيام مقبول. على يميني كاين رشيد رفيق، على يساري كاين يسار. شكرا، مساء الخير عليكم. داز اليوم تقريبا الثلث الاول في رمضان، باقي لينا ان شاء الله ثلثين، الله يختم علينا بالخير. كتهضر معقوله يا صاحبي؟ كتهضر معقول بالبلاصه ديال المعقوله. في العشر الاوائل واقيله صافي. مرحبا بكم. اليوم غادي تحلى الجلسه والسويعه، تكون السويعه ديال واحد المنشط مقدم اكتور، ودائما كتلقاوه في التلفازه وحتى في الاذاعه وحتى في المهرجانات، امير الاعلام العربي منتصر، مرحبا بك. حرك لك بزاف، هو انت منشط وكملها بامير. مزيان هادشي كامل. شكرا على التقديم، وانا سعيد انني نتلاقى مع الفريق ديال ساعه قبل الفطور، وهذه الدار داري لان ميدي ان تي في انا راه ولد الدار، وانني سعيد انني اكيد غندوزوا لحظات جميله، وانا ديما متبعكم وتتمنى لكم التوفيق، وانا سعيد انني نتلاقى معك اسامه، لان انت تبارك الله من الاعلاميين الشباب اللي برزوا في الشخصيه ديالهم بالستيل ديالهم، ويا ريت ياخذوا منك قدوه شي وحدين باش يكونوا يشبهوا لك شويه. تبارك الله، انت قدوه ديال شحال من واحد منتصر؟ ما تو بونس؟ لانه في 1985 فزتي بجائزه احسن مذيع. سي فري. كان هدف على الاخ تي ام، كانوا تيديروا مسابقات ديال اكتشاف، بحال كاين اكتشاف الاصوات، اكتشاف ديال لي زانيماتور، وكان اللي تيدير البرنامج هو السي البحيري، وكنا تنجيو تنديروا اون بروغراماسيون ديال 15 دقيقه، ديك الساعه كانوا لي فينيل لي ديسك، وكان الكار دو فينال دومي فينال فينال، دونك 85 و86 احسن مذيع. ما كانش التصويت ديك الساعه، كانوا الناس يصوتوا في التليفون، تيعيطوا لايخ تي ام باغ تليفون. يا سلام. منشط بالفرنسي شنايا؟ بعد هذيك الكلمه منشط انا ما تتعجبنيش، كتجيني جي دور بحال اخبارك دابا هذه ديال منشط. حنايا اون با ستاتيو، احنا كمنشطين كما قلتي اون با ستاتيو، لان احنا ماشي صحفيين ماشي تقنيين، عندنا احنا بين وبين، ولكن اون با ستاتيو يعني بطل. شو كتفضل انت، اعلامي مذيع مقدم؟ شو نقول لك، الاعلامي عدو لينا تنسمعوا الان، الاعلامي الكبير، الاعلامي الاعلامي. انا في لاكارت ناسيونال كانت عندي منشط بالاذاعه، يعني انا ما تنشطوش، حنا تنجيو نديروا واحد زوين هذه القضيه. انا تخيلت دابا منشط بالاذاعه، تخيلتوا يعني كدي الدقيقيه احسن بصح منتصر، لانه شحال من انيماتور او منشط راه كيعيطوا ليه في الاراسات، ما عمرهم وقعت لك نجات القضيه. واخويا انا خلينا في حاجه في العرس ديالي ان شاء الله. لا العرس ديالك نجي، ولكن غنشطح لا نجي ديالي انا عروبي والدار بيضاء ولا تحدو، دوك انا زالي الجره، ولا كان نشاط غنشطح، غنخلي الميكرو ونطلع فوق الجفنه نشطح. واعر عندك هاد عروبي والدار بيضاء، حيت بصح الدار بيضاء راه محسوبه على الشاويه، حنا راه الناس العرب ديال بصح هو بيضاء والحراري، شكون هما مو تحدو الي الي صافي كاع النشاط اليوم. لا ولكن انا بغيت صراحه كنشكرك بزاف على الهنداف ديالك، اول ان جيتي غيجي عندنا منتصر لا يعني فكرتيني في المجموعات الواد البوعزاوي، الواد البوعزاوي اللي دالتون، اللي دالتون ديال الاغنيه المغربيه ديال الموسيقى الشعبيه، الشعبيه تحيه لك. ولكن اي ستيل الحوزي، لانه هما مختصين في الحوزي. لا سي فغي، انا كنت نتبع من النهار الاول، من نهار الاول كنت نشوف الضيوف ديالكم، قلنا ورمضان الناس يعرفونا بحكم تيشوفوني شنو تلبس، الزي ديالنا راه حنا تنلبسوه. لا تبارك الله عليك، المجموعه ديالي راه ما قالتين عاد غندخلوا ندير لكم مفاجاه، ندير لكم شي طريه. ما كتخدم مع شي ستيليست انت ولا مع دي ستيليست منتصر؟ سيتادير لا، انا عندي في ان سول فيستيفال اللي تنخدم مع ان ستيليست، اللي تنقدم هو مهرجان قناوه، اللي لانه تخدموا على الالوان وداك الشيء، عندي ان ستيليست يلبسني، ولكن في بحال في موازين وداك الشيء راك عارف تنمشيو نديروا لي شوبينغ في المغرب. تبارك الله انت يا زاز، من صغرك دائما الاناقه ياك، هذه شكرا كما كنشوفوا في هذه التصويره. ما بيناش فيك انت يا
كاين شويه شباب في العينين كاين بابا نويل هادي في شارع محمد الخامس. بابا نويل هو اللي علم ديال الصوره. ماشي راك تعلم لي بونطالون كارو راه ما بين الصباط. شنو في اواخر السبعينات؟ لا ما نقولش العام. لكن من صغرك تجبان ظريف باغي غير التعادل. ما بارك. لا ظريف. لا ما عرفت انا انا حياتي كلها ظريف. ولكن كاين اللي تيعصبك ما يمكنش تبقى ديما ظريف طبيعة الحال يعني ظريف مع الناس ظريفين وقباح مع القباح دونك بلا ما يعصبوا شي واحد والمباشر هذا المباشر وباقي الساعة قبل الفطور انا ما بغيتش ندوي قبيله كنتسنى دوي انت دوي انت ميرسي على هذا فوتو تبارك الله عليك عطيتيني 30 اون ديغيغ انت بديتي كتقول لاج ديالك بوحدك 20 عام ديال ليكسبيريونس في الاعلام سنانك ما ضاحوش ولكن الشعر شويه الشعر مشى ليا عاد باش نقول لك لا 20 عام انا من الصغر ديالي والناس ما تعرفوش من الصغر ديالي علاش تنقول الواحد ديما يقول لا حلم شي حاجه غادي نوصل ليها انا من الصغر ديالي باغي نكون مذيع يعني ملي كانت لاكاسيت في الدار تنسجل راسي وتنسمع راسي يعني من الصغر ديالي انا تنقول لهم غنكون في الاذاعه تقول لي لا قرا تنقول لهم غنكون في الاذاعه انا لافونتاج اللي عندي ومبغيش نهضر على راسي ولكن حيت انا الضيف خاصني نهضر على راسي انا تندير لو لوكس اللي عندي انايا سيتادير لو ميتي ديالي هي ما باسيون فهمتيني ماشي من نط الصباح وكاينين متطفلين على الميدان ما باسيون ما باسيون كاش هضر على متطفلين عطيتي بيا وبنفسك القدوه بالمثال الى اخره واش كتدق على شي وحدين بالضبط راهم عارفين راسهم راه عارفين انا شنو مدفوعين كيفاش لا شوف المستمع المغربي دابا حنا في المغرب ما تدويش على ميديا ان راديو لان انا في ميديا ان راديو سي لو مغرب اي لانترناسيونال ميديا ان ميديا ان او هاد الاذاعات اللي كاينين الان راه المستمع عارف شكون اللي تيطفل شكون اللي تيتملق شكون اللي تيباغي يبان هادشي معروفين راهما حارقين راسهم فهمتيني واحد الحاجه بغي غير واحد الحاجه انا بغيت نشكر عليها بعد هاد الاذاعه ديال ميدي ان حيت حنا دزنا تقريبا في الاذاعات كاملين ديال المغرب هادي الشباب تلفاز المهم تلفازه كاين الشباب بزاف كتلقى السيكيريتي اللي في الباب كتلقى عنده 23 سنه الدري اللي شاد الكاميرا باقي كاع ما نوض السنين راه هو شوف كلهم شباب هادشي السن ديال الناس اللي خدامين في ميديا ان تي في 23 سنة ما كتلقاش بنادم اللي كبير بحال المقاطعه الشباب الريف الحسيبي من هذا المنظر واخا من الشباب غنبقاو مع الشباب وغادي ندوزو لكم يسار ورشيد مع ملح بقبة صراحة الموضوع ديال اليوم هو موضوع سخون ودار ضجة وعليه الناس بزاف وبقى فينا الحال المغاربه كاملين بقى فيهم الحال علاش حيت حسينا بواحد النوع ديال ما عرفتش شنو هو حيت حنا اي فريق واي منتخب كيجي للمغرب يكون ديال الجيد وديال كره القدم كنعطيوه الاستقبال ديالو وحسن الضيافه نجيبوا ليه الدقيقيه ديال مراكش حتى المطار محمد الخامس وهذا دونك نشوفوا خوتنا كيفاش استقبلونا عندنا واحد المشكل صغير في الصوره يمكن الصوره ما كانش عندها حسن الاستقبال هي بنفسها كنا عندنا مشكل في الصوره من بعد نديرو فوتوكوبي لا الشيء اللي مزيان في الامر هو انه الناس بعض الناس كيسولونا واش حنا مباشره وهذه هي الحجه ان حنا مباشره ونبغي نصفق عليكم لانكم كاينين بارمي لي كرونيكور لاول مره تيبان في التلفازه اي تو سا وليكزيرسيس التمرين ديال المباشر راه صعيب لان انتم عندكم هو سيف ذو حدين انتم يا تشريف وتكليف لان لو ديريكت راه ماشي سهل راه ما يمكنش اي واحد ونعطيه الديريكت انا نكون مدير ديال القناه راه ما نعطيكمش انتم الشباب الديريكت كنشكروا اداره القناه من هذا المنبر اسامه اللي بغيت نشرح للجمهور كريم حيت كاينه ديريكت وكاينه باندا دابا راه الديريكت كاينه موجود ديريكت كاينه دونك وقعت لنا باندا يلاه نلونسيو دابا باندا
حاربنا على شمال واحتلينا المدن بس طرد ودير في بالي ما يخلعنا قانون لا غير على جنب وحالف جامل خون تلقينيك خيالك مع الطهراني مجنون مولا 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 هذا هو التمر والحليب هذه هي كرواسة وفينك بيرجيكو بيرجيكو ما كيش مامل بيرجيكو ما كيش مامل بيرجيكو ما كيش مامل شتي دابا كنغنيو حنا كنشجعو في الراجل وما كيضربو فينا كنغنيو في الديسك ديال الراجل حنا شنو بغاونا نغنيو لهم بوسيلواوا زعزع خاطري مني تفكر اقدر واللي هاي انا غدر الوطنيه هي فعلا احنا بقى فينا الحال على قبل سي نورمان مو احنا سي جي تحط لينا باش نديرو فيه واحد شويه ديال الليمور نورمالمون هادشي كيضر وضرنا بزاف حنا المغاربه حيت ما بغيناش ايكيب جمهور مشى ديبلاصا مع الفرقه ديالو باش يشجعها كيولي كلا العصا الطاقم التقني ديال فريق الرجاء الصحافه جميع كاع الناس اللي مشاو معاه يعني المشكل اللي بغينا نوضحوا للجمهور الكريم هو جمهور ديال الرجاء ما كانش عنده مشكل مع الجمهور ديال الجزائر كان عنده مشكل مع الامن ديال الجزائر دونك من هذا المنبر كنقول انا الناس اللي كتبغي الفريق ديالها ولا هذا يعني يحاولوا يتبعوها في المغرب فقط كتخرجوا شويه بزاف يعني صعيب الحال شويه ما كتعرفش شنو كاين وانا شفت من بعد هذا الشيء هذا اللي وقع شفت فيديوهات يعني في اليوتيوب في المواقع الالكترونيه الشبكه العنكبوتيه يعني الشبكه العنكبوتيه شفت واحد الاخ مسكين بقى تما 3 ايام من بعد ضربوا يعني ولا كيدير شي حويج لا حول ولا قوه الا بالله واحد كان مشدود يلا ما عرفش مطل ما وصلنا شي اخبار وشفتوا مؤخرا كنبغي نوجه تحيه لواحد الصديق ديالنا اللي رجاوي حقيقي هو اللي عاود لينا بعض الحويج مشى معاهم حتى للجزائر هشام علامو حتى هو كلا قتله ديال العصا كنتمنى ان هاد المشاهد ما نشوفوهاش ما نبقاوش نشوفوها حيت كتعرف انت يا انس واحد الرجاوي اللي كيسافر العالم ياك ايه كنعرفو اللي كان مشى حتى وصل حتى لعند طالبان وبالدرابو ديال الرجاء تصور معاهم ومشى حتى لعند لا سيفيليزاسيون ديال المايا وتصور معاهم حتى هو بالدرابو هذا كيدير كلشي بلا بلا طالبان كيبان لك مازال عايش خونا باقي عايش ايوا كنسلموا عليه وتحيه للوداد البيضاوي الفرقه ديال كاين واحد القضيه حنايا يلا بدينا كان جربوها في ليميسيون منتصر هي كنختاروا واحد الكلمه وخصنا نزرعوا ديك الكلمه في وسط الهضره ديالها ديالنا باش يجي داكشي تلقائي اش بان لك نلعبوها اليوم عاوتاني يلاه اش بغيتي تختار لنا منتصر الكلمه اللي غنعزلوا اليوم منتصر تكون كلمه صعيبه كيغدون 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 متفق مع هذه الكلمه كوردون خصنا نزرعوها وتكون داكشي سبونساني بحال في وسط الهضره واش صاري تاخويا كوردون هذا وقت كنا باش ندير سيداتي وسادتي الكلمه ديال اليوم هي التفاح يا سي نحاول التفاح ولكن خصها تكون داكشي تلقائي ماشي داكور نرجعوا لعند منتصر نتايا منتصر ملي كيتلاقاو معاك الناس مثلا في شي مهرجان في شي حدث او في الزنقه شنو كيقولوا لك منتصر 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 علاش اسامه غنسولو وعلاش التفاح بالضبط وين التفاح الاحمر ولا الاخضر ملك جمال التفاح لا ولكن سيريوزمون اش يقولوا لي شنو واش كيجاملوك شنو كيقولوا لك شوف انايا بالحكم كاين اللي تيعرفك دابور راه انت خدام في اذاعه ما تعرفكش بانك خدام التلفازه ولا تعرفك خدام في التلفازه ما خدام في اذاعه وكنت تعرف تتمثل انا بعدا تعرفت عليه في التمثيل في شريط ديال البانديه فين اول مره شفتك انا
ياك باقي ما كانيش انا هنا بعدا راه باقي باقي في الشخصيه ديالي كنتفرج فيك باقي صغير كنتي تاكل تفاح ديك الساعه هذه قالها في بلاصتي بلا ما نقولها انا على ذكر السينما والتجارب ديالك في الافلام انت العناوين ديال الافلام ديالك غريبه نوعا ما مثلتي في اكس شمكار مثلتي في سترو ماستر الله نانسي والوحش والبانديه تشرميل صافي شوف انا السينما باش الناس ما يعرفوا انا ماشي حتى السينما ما نطفلش عليها انا درت المسرح في الدار البيضاء في المعهد ديال الكونسيرفاتوار ديال الدار البيضاء وتنوجه تحيه للاستاذ ديالي اللي باقي الله يطوله في عمره سي طلعي اللي علمني الوقوف على الخشبه لان تيجبك الله عاجي وطلع قدام خدمنا هذا الشيء العناوين سي باغ فيلينغ مع لي رياليزاتور سي ربي جاب هاد الادوار بانديه لي بوندي اوكي ولكن ماشي من تمايا ما بقى والو دابا كاين دابا مابقاش الوقت ديال السينما ديما منور السي بحال قلتي ما مساليش الله يسهل عليك ما مساليش الله يسهل عليك ما مساليش ما مساليش وما كاين حتى شي لحد الان هاد السنين الاخيره ما عندي حتى شي سيناريو اللي انا يقدر يدير لي اضافه اللي نبان بها عند الجمهور انا تنبغي الاطلالات ديالي تكون خفيفه ونبقاو عزاز عند الناس باش يقول لك هو عاوتاني طالع هو عاوتاني هو اللهم نبقاو ضراف منتصر كتعرف الفنان الامازيغي الحسين ايش بعمران بيان سور غادي نتلاقاو معاه دابا في الفقره ديال خيرك منسى السلام عليكم اسامه كي داير لاباس عليك كلشي بخير مرحبا بكم في اكادير في تيكي وين اليوم كنت واجدو عند واحد الحاله كانت عندنا كانت لامينا تمحنات شويه صحيا وماديا وكتواجد دابا في واحد النادي كتقرا حرب عالمية وغادي نشوفوها دابا ان شاء الله باش نشوفوا الحاله ديالها كي دايره وين الله معنا السلام عليكم لاله مينا كي دايره لاباس عليك كلشي بخير صحه لاباس كيف بخير الحسين بخير لاباس عليك الحمد لله لاباس الحمد لله لقيتي في المعاناه ديالك وقالوا لي راك كنتي مريضه الحمد لله بخير اللهم لك الحمد بس بدار 6 شهور كان ندير دياليز وجلسه فيه دوز فيه واحد المده قال لي خصك تخرج دير دياليز على برا تكرفص بزاف كنبات في الجردان الناس كتدق عليهم كيقول لك اودي الناس اللي كتعرفو وكنتي معاهم ومشارك معاهم شحال من حاجه كتدق عليهم كيقول لك اسمح لي انت مريض تموت لي هنا غتصيفطني للحبس مده عام وانا كنبات في الجردان ما كاينش اللي كيرحم ما كاينش اللي كيشوف ما كاينش اللي اسميتو واحد الوقت دخل واحد السيد كرا ليا واحد البيت واخا هو غير على قد الحال كيخدم غير بالنهار ديالو ماشي زعما شي واحد اللي هو لابس عليه ولا من نهار تعرفت على السي ابراهيم تبدل شحال من حاجه في الحياه ديالي اولا عرفت اشنا هي المعنى ديال الحياه ثانيا عرفت اشنا هو العيش من نهار شدني هذاك المرض انا العقل ديالي يلا مني تعرفت على السي ابراهيم عقلي بدا خدام لامينا راه خوتنا كاملين الحمد لله الحمد لله دليل قبول الخير لبنان هو ملي يكون فرحان وهذا فرحان على الدليل ديال القبول الحمد لله نتمنى الناس يتعاونوا هذه هي الاخوه هذه هي الرجوله هذه هي المغاربه يحنوا بيناتهم لالا امينه اش كتقول للسي ابراهيم باش تشكروا في هذا الشيء اللي وقف معاك انا كنشكر السي ابراهيم كنشكره بزاف الشكر جزيل بزاف ابراهيم حنت وقف معايا وابراهيم راه خويا ماشي غير تلاقينا في المرض ولا شي حاجه هو خويا اصلا هو خويا كاع لي ما لقيت خويا سميتو لقيت خويا ابراهيم الله يجازيه بخير والله ينجح لي الوليدات ديالو والله يجازيه بخير الله يشافي جميع المسلمين الله يشافي سي اسامه دابا نخليهم يهضروا بيناتهم وانا كنقول لكم شكرا وشكرا للحضور ديالكم في دار السي ابراهيم وتنشوفوا الحاله الجديده وهذه هي الاخوه هذه هي المحنه برك عواشركم علينا وعليك مبارك العواشر على جميع المغاربه اللي كيتفرجوا فينا اكيد اسامه انه في ظل تراجع القيم الاسريه والتلاحم بين الناس والتقارب كيبقى التكافل هو الحل البديل لانه كاين بعض الحالات اللي فعلا محتاج للمساعده وكما شفنا المثال انه العطاء راه بالقليل ولا بالكثير العطاء راه ما مرتبطش برصيد في البنك غادي نرجعوا على هاد القضايا وعلى هاد القيم في وسط لي زيميس اي كلاب اس راشد نشوفك الله يلا داكشي ديالكم زوين شكرا اخي تبارك الله عليك بين الطيور زوينين تبارك الله يلا تنسالي المهم انا غنمشي دابا
واش داك التفاح اللي تقدينا لاخطاء؟ ديروا في الثلاجه احنا زايين. يلا تبارك الله عليك، خليك معنا منتصر. شكرا بزاف رشيد، حنا غنديروا فاصل ونبقاو في الاجواء الاحتفاليه والرمضانيه والترفيهيه. واخا عليك رشيد، فاصل ومن بعد نواصل. زين واخا عليك رشيد. مرحبا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من طلق شو رمضاني اليومي والمباشر الساعة قبل الفطور. دائما معنا كوتش حسنة، معنا أنس ياقين، معنا ياسار، وخلطات علينا فاطمة زهراء. صافا لاباس عليك؟ صافا توبا بيان، توبا بخير الحمد لله. مرحبا بك سي منتصر. بارك الله فيك، جبتي معك التفاح. تبارك الله على منتصر، دائما حاضر وبقوة، حاضر حتى في الارتجال وفي الامبروفيزاسيون. تبارك الله. الارتجال خليته لك انت الامبروفيزاسيون مع السلاي لي سلامر ديالك تاع تخوب. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك، راك على بال، راك على القرص. وي سي ان غون سلامر. انا وصلتني لافورماسيون البارح بالضبط. انا عندو il coach une formation un groupe راه يتورن بارتو دون الماروك. تبارك الله يجازيكم بخير. برافو، الله يصفقوا عليك. هذا سلامور. لا حيت ما كناكلوا التفاح كيعاون في الانسبيراسيون. شنو سميت الجروب ديالكم؟ كافي سلام طونجي، تحيه لهم كاملين فردا فردا. نهضروا شويه على التجربه ديالك في موازين منتصر. انا لاحظت وراك عارف انه عزيز عليا الملاحظه شويه، انه كاين واحد السؤال اللي كيتعاود، هو انه واش موازين محطه مهمه بالنسبه لك؟ واش عمر شي واحد قال لك لا ماشي محطه مهمه بالنسبه لي؟ هي محطه ماشي مهمه، مت مهمه بالنسبه لي. نقول لك واحد الحاجه، الى تندير انا موازين دابا تنديرو لان بحكم الشغل ديالي و اوسي جو مو في بليزير. راه ما تنساش بانني تناخذ حتى انايا النشاط ديالي والفرحه ديالي انني تجلس معايا جينيفر لوبيز او تجلس معايا السيده ماجده الرومي فيس تو فيس او ماريا كاري. انا تنظن انا بين الاعلاميين المحظوظين اللي اللي عنده هذه الفرصه انه يتلاقى مع هاد. وتنشكر ميديان تي في لان هما اللي فتحوا لي هاد. قبل انا كنت ندير موازين كنت نتبعهم ولكن عن طريق الاذاعه، ولكن في بلاتو تيلي من اجمل لي بلاتو تيلي كاينين في العالم. لان الفنانين كلهم تيجيو كلشي تيساليو تيديروا دي سيلفي في لو بلاتو ديال ميديا تي في دار الفنون. سي لو بلو بو ديكور اي جي الحمد لله اون ايكيب مانيفيك. دونك اون ا تو pourquoi pas que je ne prends pas du plaisir ou يعجبنيش الحال. ماريا كاري كلهم الحمد لله. صوت الفاح. كل اسم منتصر الارتيست اللي ما دازش بينك وبينه كاع الفيلم. هادشي غادي نعرفوه دابا شويه. باغي تعرفوا، ولكن عندي الحق نقول الاسماء ولا ما نقولش لي نون ديالهم؟ عندك الحق تقول الاسماء دابا شويه، حيت كاينه وجدنا لك واحد الفقره خاصه غادي نعرفوا فيها هادشي كامل. من بعد ما نكتشفوا واحد السؤال واحد اخر اللي تا هو واقيلا كتعاودوا بزاف. يلا. Vous avez vendu plus d'une dizaine de millions d'albums à travers le monde. Vous avez eu quand même 16 disques diamants en France. Qu'est-ce qui vous manque, Paul et Peter, maintenant? Stromae et tout, vous réussissez. Qu'est-ce qui vous manque? Jennifer Lopez, vous êtes une maman comblée. Vous êtes chanteuse à succès. Tout le monde vous adore. Tout le monde vous suit. Tout le monde vous aime. Qu'est-ce qui vous manque? 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 Tout simplement. La question est devenue comme simple, mais elle est impertinente. Je vais te dire ici. Les gens qui ont été en train de se faire, ils ont tout. 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 ما يمكنش تقول لي عندهم لي مليون دو فان، عندهم ان ستاف اللي عندهم ماكيور ديالهم الكوافور ديالهم اللي دير لهم الماسا، تيجيو مع هذا الستاف ديالهم من المغرب. راه تيجيو انتوما انا في واحد التورناج كاين اللي كتلبسوا التقاشر. بيان سور كاين اللي على قلتي نعطيك ماريا كاري، عندها اون عندها سيده اللي تتهبط ليها لا جوب، لان ما غاديش تحنا هكا باش تهبط هي لا جوب ديالها. عندها كونتر دو ترافاي الخدمه ديالها كتهبط لا جوب. فوالا اكزاكتومون. كتبغي تمسح النظر ديالك كتلقى واحد كيدير لك ها. اكزاكتومون. نو نو مي دونك هذا انا سي مالوغوزمون كاين اللي تيجيو حيت بغيت نعرف يعني انتوما واصلين لكل شيء شنو ناقصكم. صح جاب المرات نفسيا كيكونوا ماشي تلهيب. لا الله يكون في عونهم، لان ملي تتشوف لي فان ديالهم تابعينهم في حياتهم تيمشيو يقلبوا لهم حتى في حاشاك الزبل ديالهم يمشيو يقلبوا في الطارو يشوفوا شنو كالوا شنو الوراق ديالهم. عندهم النجوميه، وصلوا هذيك القضيه ديال النجوميه هي الحاجه اللي باقا ما وصلناش ليها. احنا ما عندناش نجم هذيك
باش نوصلوا لهذاك النيفو ديال ديال النجوميه بقى عندنا شويه تبارك الله عليك ماشي اي واحد يقدر يواجه هذوك. انا نقول لك هذوك الناس صعاب. نقول لك احنا دابا الناس تيشوفونا في التلفازه وني حتى تخلطتي معهم وليتي كتبان بحالهم زعما ماشي انت ستار وشنو تبارك الله. انا جو سو ان ستار ديال ميديا ان تي في. الا هو فنان جاي راه انا ديال ميديا ان تي في اولا سيبان عاوتاني. وهذوك الناس تيكونوا انتيليجون تيحسوا بك واش في يديك ولا ما في يديكش. راه هنا تخدم على لي زينيرجي كوتش مو جو ترافاي دو سور سكي انرجي اي سور سكي رايكي سي اون ميثود جابونيز. يعني تناخذ لينيرجي ديال لانفيتي واخا انا شاده نخلع لنا دابا خديتي لينيرجي ديالنا ولا باقي الريكي فعلا عارف دير لنا واحد الحصه ديال كوتشين قبل ما ندخلوا باش كنا خدا لينا الريكي خدا لينا لينيرجي ديالنا. برافو عليكم. لا مي دغيا دغيا لانه تيجيب لك الله بان سهل انك تلقى مع هاد الناس لان ما تنجلسش معاهم ساعه باش نوجد البرنامج ديالي تتشوفهم دقيقه جالسين حداك في بلاطو وعندك جوج دقائق او دقيقه او سؤال واحد كي غدير توصل الميساج والضحك وستريس وتبان وتوصل لعباد الله والناس المشاهدين الميساج اللي باغي توجد لهم. الحمد لله تبارك الله عليك دائما جميل شكلا ومضمونا. تبارك الله. ناقصني التفاح. ناقص التفاح نجيبه ونحضره. ندوزو عند انس يقين ما عرفتش واش يهضر لنا على ميدال تاع عاصمه التفاح ولا لا. لا اليوم مختارين لكم اكلمام ازكزا. فيها التفاح. يكون يقدر يكون التفاح تما. دونك بحيره طبيعيه اللي في الاطلس المتوسط وبالضبط في لو بارك ناسيونال ديال خنيفرة على ارتفاع 1500 متر والمساحة ديالها تقريبا اكثر من 40 هكتار. دونك نشوفوا الروبورتاج ونرجعوا. على بعد 30 كيلومتر من مدينة خنيفرة مرورا وسط غابات طبيعية ومناظر جميلة كتواجد البحيرة الخضراء بحيرة أكلمام أزكزا. موقع مازال كيحافظ على الطابع ديالو المتوحش. حول البحيرة كتواجد غطاء طبيعي مكون من الأرض والفلين الأخضر اللي كيدفعوا جمالية استثنائية للموقع. هذا بالإضافة لأنواع كثيرة من الأسماك اللي كتعيش في البحيرة. علاقة سكان المنطقة بالبحيرة علاقة وطيدة حيث كيزورها باستمرار ولكن بغاو المغاربة كلهم يجيو يزوروها. الدعوة مفتوحة للجميع. والله يجيو حتى حنا عندنا البراني اللي هنا يشوفوا بلادنا ويشوفوا بلادنا ويشوفوا أكلمام ويجيو إن شاء الله السواح حتى حنا بغيناهم يجيو عندنا اللي هنا لأكلمام ويشوفوا هاد الخيرات هادو تاع سيدي ربي عندنا. إيوا مرحبا اللي جا عندنا مرحبا به. واللي عجبو الحال وبغى يبقى في أكل ما مزكزا الحسن يتكلف به. وكاين الثمن كاين ديال واحد كاين 50 درهم كاين جوج ثلاثة كيعطي 100 درهم في الباتا كاين ديال طواجن كاين ديال سكسو كاين ديال المهم الماكلة كاين ديال اللي بغاو شي حاجة كنديرو اللي بغى يسالف الغابة كنمشي معاهم كندير كيشوف الطبيعة وهادشي. واللي بغى الفندق ما عليه إلا يقصد مدينة خنيفرة. أكلمام أزكزا فيها صراحة مناظر كيعجز اللسان على الوصف ديالها ولكن في المقابل قالت ليه حاجة وحدة يمكن ليه يقوم بها. أكلمام أزكزا بالأمازيغية كتعني البحيرة الخضراء وهي جات في وسط شجر الأرز والفلين اللي كيخلي الماء ديالها كيبان شوية قريب للخضر بهذاك لو غوفلي ديال 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 الماء. أون بليس دو هذا الغنى النباتي اللي فيها فهي كتعرف واحد التنوع كبير ديال الأسماك وديال الطيور وهادشي كيشجع بزاف على السياحة البيئية السياحة الإيكولوجية وكيشجع كذلك على السياحة ديال النشاط والضحك. شوفوا الفيديو ونرجعوا. قلنا مزكزا منطقه اللي تعرفات كذلك بالرحل اللي كيقصدوها وهادشي علاش اختاريت كموضوع اليوم لو نوماديزم ولا ثقافه الترحال. وفي المغرب كاين 126 منطقه ديال الترحال اغلبهم مفرق على الاطلس الشرق والصحراء واكبر جهه من حيث مناطق الرحال هي مكناس
الاحتفالات اللي فيها 34 منطقه مفرقه على الاطلس المتوسط وعلى الجنوب الشرقي ديال المغرب. هادشي علاش كنلقاو ترحال في الوسط الجبلي والترحال في الصحراء. ومن بين هاد 34 منطقه كاينه بحيره اكلمام ازكزا اللي كانت معروفه بقبائل زيان. هاد القبائل اللي كانوا كيعيشوا كرحل هما والمشيه ديالهم، هادشي كيتسمى لو نوماديزم باستورال. وكانوا كيتنقلوا جوج مرات في العام، مره في الشتاء كيهبطوا الازاغار، والازاغار بالامازيغيه هي السهل، وغالبا كيبنيو الخيمه ديالهم اللي كتسمى بيت الشعر، حيت كتصيب من الشعر ديال من لو بوال ديال الماعز. كيبنيو الخيمه ديالهم في المنحدرات الشرقيه باش يدرقوا على الريح. وكيتنقلوا كذلك في الصيف، وانهم كيعاودوا يطلعوا للجبل. والترحال هو مود دو في، نمط عيش اللي بازي على التنقل. هذا التنقل كتحكم فيه الظروف المناخيه ديال المنطقه، كيف ما كتحكم فيه الاحتياجات الغذائيه ديال هاد الناس الرحل وديال الماشيه ديالهم. وفي المغرب كاين واحد من اكبر المهرجانات العالميه ديال ثقافه الرحل، واللي كيتنظم في محاميد الغزلان. وبغيت نسالي اسامه الفقره ديالي بواحد القصيده. يا سلام. قصيده ديال ميسون. ميسون هي الزوجه ديال معاويه بن ابي سفيان، وهذه السيده كانت عايشه مع القبيله ديالها، عايشه حياه الرحل في الصحراء قبل ما يتزوج بها معاويه بن ابي سفيان ويسكنها في قصر الاماره في دمشق. وواحد النهار وهي كتطل من الشرجم باش تشوف الطبيعه، تفكرت الحياه اللي كانت عايشه فيها وكتبات قصيده وغناتها، وهو سمعها من بعد. وفاش سمعها رجعها للقبيله ديالها معززه مكرمه، ورجعات حتى هي للحياه ديال الرحل. وفي هذه القصيده ميسون قالت: لبيت تخفق الارياح فيه احب الي من قصر منيف، ولبس عباءه وتقر عيني احب الي من لبس الشفوف، واكل قصيره من كسر بيتي احب الي من اكل الرغيف، وخشونه عيشتي في البدو اشهى الي من العيش الظريف. دونك هذه قصيده كتباتها على حياه الرحل ورجعت من بعد هذيك لاخيش ديالك من بعد. مرحبا. ها هي دابا ماشي كاع الكلمات سهله. دونك هادو غير بعض، هادو سي منتصر بعض الابيات اللي اختاريتهم انايا، ما هي القصيده طويله واللي كتهضر فيها على ديك حياه الرحل، باش ما نبقاوش نشوفوهم كناس مساكن. لا، هما الناس اللي اختاروا هذيك الحياه. شكرا على هذا الفقره. الله يبارك فيك منتصر. يسار منتصر، عندك انت كدير الشعر؟ انا كندير الشعر شويه. الشعر ديال بصح ولا لا؟ لا، الشعر ديال انا عزيز عليا بديع الزمان الهمداني. واخا تبعوا كاع الحلقات ديال ساعه قبل الفطور باش تكتشفوا الاشعار والمقامات والابيات ديال يسار. فهمتي دار هادشي كامل، ندوزو لفازو منتصر. انت عزيز عليك الاصفار، ادو لينا على المغامرات ديالها فازو، تفضلي. بحال اللي هضر انس على الروح اللي تيكونوا كيتمتعوا بواحد لو كالم في الشخصيه ديالهم. الكوريين حتى هما عندهم واحد السكينه كتحسها فيهم فاش كتلاقى معاهم. اصلا هي كوريا معروفه بزاف بالسياحه سبيريتويل، حيت عندهم روحانيه، حيت عندهم بزاف ديال المعابد اللي كيتكونسونطراو فيها، كيسمعوا لريوسهم الذات ديالهم من الداخل، كيسمع الواحد لراسو بصح. ومن بين هاد المعابد وهذا هي كاين واحد المعبد سميتو تشانغ ديونغ غونغ، هو واحد القصر كبير مسجل في التراث العالمي ديال اليونسكو، واللي كيسميوه قصر الازدهار. في المجتمع الكوري وسي كتحس بواحد ليكيليبغ بين لانديفيدواليزم وبين الكوليكتيفيزم. ياش يعني دونك الانفراديه بين الانفراديه ما هو جماعي، توسكي كوليكتيف فوالا. كتحس بهم انهم هو راه مكونسونطري على راسو وعايش مع راسو، مي او ميم طون كتحس به راه مع الكوليكتيف، راه مع الجماعه، يعني كي تهتم براسو، ولكن او ميم طون الاهتمام ديالو لراسو ما كيديرونجيش الجماعه اللي حداه. سا سي قمه كتحس فريمون فيلوزوفي واحد الحريه، حنا نديروها نعيشوها ونتبناوها. هذا ليكيليبغ هذا اكزاكتومون، ما تكونش عزيز عليك راسك بزاف، وما تكونش عاوتاني كتدخل عاوتاني في الاخر في حياته بزاف، كتحس بواحد الحريه تيعطيوها لك كتعيش فيها. هما عندهم هذيك سيتون فيلوزوفي فيلوزوفي اكزاكتومون. دونك كتحس براسك بخير، مثلا بحال فاش تكون راك في شي مترو.
كتحس براسك ان كل واحد فريمون داخل واخت تقارو. غنشوفوا واحد لا فيديو توتالور اللي كنت صورتها فاش كنت غادر واحد السوق واللي كانوا فيها الناس فريمون فواحد لو كالم 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 فوالا مشات رجعت فازي. كاين عاوتاني بحال هاد ليكزومبل هذا اللي شفتو في المترو، كاين عاوتاني شي ناس شفتهم تيبقاو واقفين وناعسين. كاين ناس واقفين. تينعسوا واقفين، واحد الراجل خديته اون فوتو. خديت واحد الراجل اون فوتو وسط المترو هو هذا. مرتاح. الطريق كاملة وأنا حاضية حيت هذا الراجل هذا كان واقف وسد عينيه الطريق كاملة وفوق تما كيخوا شوية البلايص. كيحل عينيه يلاه باش كيديبلاصا تقرب للباب. أنا بغيت نعرف وعاوتاني كيفاش كيعرف لا ستاسيون فين غادي ينزل؟ وي واش عنده شي حاجه بلوتوث في الداخل كتقول ليه هذا ناعس؟ مي فواحد 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 اوسي اسمح لي قطعتك اون فاز دو ميديتاسيون لان في الميكرو ولا كيصلي ممكن فوالا اكزاكتومون راه كتحس بهم عندهم واحد لو كوتي سبيريتويل كبير سد عينيه مي هذا هو المعنى الحقيقي ديال شي واحد كيتصنت العظام في كوريا عندهم المعنى الحقيقي ديال كيتصنتوا العظام بصح هذوك الناس ديال بصح عاوتاني كتوقع واحد ليكسيبسيون اللي تيبقاو فيها حاضيينك ويقدروا كاع يصوروك في المترو نيت عاوتاني كنت شفت واحد القضيه دابا يعطيوها لينا عاوتاني من دابا شويه دونك هذه هي ليكسيبسيون الوحيده اللي يقدر شي كوري يشوف فيك هي الا درتي ليه شي كونسير وسط شي مترو ولا شي حاجه بحال هكا سينو والله ما غيديها فيك شي واحد كتحس براسك حر وبخير حيت كل واحد ديها في راسو ويا ربي حتى حنايا شي نهار ديها في راسك اكيد المعلومه اللي نبغي نضيف فاطمه زهره في هذا الصدد هو انه الثقافه الاسيويه هي ثقافه الشغال على النفس التوازن الداخلي الراحه الداخليه الراحه مع النفس وكما قال الاستاذ منتصر هي ما كتعتبر فلسفه حياه كيقولوا بلي الراحه كتخدم في لانتيريور داخل النفس وخاصه تمتد للونتوراج يعني هذا هو اللي كيفسر انه الناس عايشين في ديك القوقعه ديالهم بوحدهم كيهتموا براسهم كيطوروا راسهم ولكن راه التطور كيتشاطروا مع الاخرين كيقول انا الا نميت بنفسي راه كنساعد المجتمع في انه يستفد من هاد الراحه النفسيه من هاد التطور اللي كان اكزاكتومون وهاد حيت كيسمعوا راسهم بزاف بصح شنو هما خاصهم بعدا كانسان وسط جماعه ولا غير بوحدو داكشي علاش تيبقاو يختاروا علينا شي حوايج فنانين صغيورين انا نتعرفوا على الاختراع ديال اليوم بيان سور هاد واحد الاختراع فريمون صغيور تخي تخي سامبل نهار جيت انا تختاريتي داك صغيور رجعت لغدا انا حيت كنا نهار تنتبع وتنشوف لي كاتشي شنو اللي عجبك في كاع دوك اللي جابت عجبني هذاك لامبريمونت ديال لي فوتو هذيك اللي بغيتها الكاسك انا بغيتها والله الكاسك اوسي هذاك خلاص اللي مانيفيك ولكن اليوم نكتشفوا شنو جايب علينا كنت بغيت ندير لك ولكن بان لي ما غنديرش لا يقدر اي براتيك هما فيهم واحد القضيه زوينه سي كو تيفكروا عاوتاني في لو كوتي براتيك بزاف تيبقاوش كي نعم دونك فوالا هما هادو هذا هو فرشه الاسنان داكور ما فيهمش فيهم يو اس بي يو اس بي يعني تتحك سنانك وتدوز لهم الضوء لا هذه موسيقى تتشارجيهم بشي موسيقى دابا انت سي منتصر واش مقتنع ان هذه فرشه اسنان لا لا تبعد عليا هكذاك عطيني واحد عطيني واحد هي على لا فورم ولكن ميزان الحراره انا لا ما عرفتش شنو هو غادي نعرفوا حنايا كاملين شنو هو هذا البرودوي الجديد اللي جابت لنا فازو من بعد واحد شويه ديال الاشهار فاصل ومن بعد نواصل
من جديد في هذا الجزء الثالث والاخير من طرق شو رمضاني اليومي والمباشر الساعه قبل الفطور، دائما مع الفريق والطاقم ديال الساعه قبل الفطور، والضيف ديال اليوم هو امير الاعلام منتصر. هذا تشريف وتكليف زعما، انا جو سي كنت حبيبي وصديقي وبغيتي تكبر بيا، ولكن غطيرها لشي واحد اللي كاينين اللي تيستاهلوا انهم يكونوا حتى هما امراء في هذا الميدان. تنتهي الصح بيان سيغ. كنا كنهضروا مع وخويا كبرتي فيا ما نقبلش، الله يرضى عليك. الله يحفظك. الله يحفظك. ندوزو عند فازو باش نكتشفوا البرودوي ديال اليوم. علاش كيصلح؟ علاش كيصلح؟ هو براتيك، كتصغيور فيه، عندنا هنايا 3 اونتخي يو اس بي اللي كتكونيكتيهم مع البي سي ولا مع البريز الا كانت عندك هذا. وهاد الصغيورين هادو علاش كيصلحوا؟ سي كو فوالا كيشعلوا الضو وصافي. اه داكور. مي سون براتيك الا بغيتي تكونيكتا ما ديرونجيش شي واحد. باش نكتشفوا شي مزيان نطفيو الضو. فوالا فوالا ريجي. تبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم. كان يا مكان في قديم الزمان كان واحد الشعب اختار علينا هادشي حيت كيتصنت راسو مزيان وكيتصنت لاديماتو مزيان مزيان مزيان. واش هادشي باش نضويو بي سي؟ هادشي باش نضويو بي سي ولا فحال قال شي فيديو ولا الا بغيتي تكون في شي كار ولا شي حاجه دوطافي ولا في شي تران ولا في ان بتي كوان. هادي بواحد الشكل اخر دايره فحال ما كديرها في عنقك وفيها لامب هنا ولامب جوج كيبقاو يشوفوك تشد لك ساعه بحال كديرهم ما كتبقاش غير على كتصلح في طوبيس ولا الا كان شي واحد كيسوق بالبيسكليت داك واحد ناعس وانت كتقرا ما يشوفش الضو. وهادي ديال لا سوغي الا بغيتي دير لها لا سوغي تو تو كونيكت ترونكيل. دونك كيعجبوني اوستي بهاد الحويجات الصغار اللي كتلقى عندهم اللي هما براتيك الانسان حيت كيفكروا انا شنو غنحتاج بلا ما نديرونجي الاخر. اي سي مانيفيك. ولكن هذاك اللي فيه ثلاثه ديال اليو اس بي كتشارجي بطبيعه الحال؟ لا ما كتشارجيش بطبيعه الحال. لا هذا غير كي خصك ضروري ديريه مع بي سي كونيكتي. انا ضبطاتو خصو اون شارج. خصو اون شارج ولكن ما كيبقاش مشارجي بوحدو. دونك ما تقدرش تحيد دير غير هذا بوحدو وديه معاك فين ما كان. والبولاش يمكن لهم يلصقوا حتى في البي سي مباشره. اكزاكتومون. سؤال فازو الا سمحتي لي، يمكن هذاك الطابي طابي فوالا ديال لا سوغي. لا سوغي هذاك الشيء اللي قلت قبيله يمكن لك دير في لا سوغي. كنتي خدامه في السفاره ديال كوريا انت. شكرا لك كوز حسنا. دابا نرجعوا عند منتصر. منتصر دابا نديروا معاك الانترفيو سميتها شكون اللي. غادي نبداو مع شكون اللي من بين الضيوف وضيفات اللي استقبلتي في برنامج موزايك وفي موازين، شكون اللي كنتي كتستطاد تستقبله او تستقبلها واخيرا استقبلتي؟ سميره بن سعيد. عارفش كي تجاوب هذا الجواب. علاش؟ حيت سميره سعيد تبارك الله فنانه اللي عرفت انها تسورفي مع لي فاك، لان هي بدات بالطرابي يعني في ما نكبروهاش يعني سيتي لي زاني 70 هي تتغني، واللي بقات البلاصه ديالها والاطلالات ديالها تيتسناوها كاع الاعلاميين ومختصين في الغناء. كل مره تجيب شي حاجه جديده، لوك جديد، ستيل غنائي جديد، مواضيع جداد. انا بالنسبه لي كما هما تيقولوا في مصر، لان بحكم عايشه في مصر، فنانه شاطره. وانا بالنسبه لي شاطره وشامله. انا كانت ديك السيده تنقول تبارك الله عليها، يعني ماشي الفنانين الاخرين، ولكن سميره لان بحكم انها صديقه وفنانه تنعتز بها مغربيه ديالنا. شكون اللي درتي معاه وما جاش؟ ماشي في موازين، موزايك. موزايك. خوات بينا سعيدة شرف. سعيدة شرف كان عندها شي عذر؟ كان عندها عذر اكيد. ما عرفتش. تحية لها. شكون اللي عاونتيه باش يزيد يتشهر؟ ماشي عاونته باش لا، شوف انا عندي برنامج اذاعي على ميديان سميتو موزايك، تندوزو فيه الناس مشهورين، تندوزو الشباب اللي يلاه بادين. وكذلك كاين كاستينغ جينيراسيون موازين اللي تنكتشفوا الاصوات. هذه دابا 10 سنين انا تمشي مع القافله ديال كاستينغ جينيراسيون موازين، تنجو للمغرب كله. يعني كل واحد تتعطيه واحد الفرصه انه يدوز ويسمع سميتو ويسمع موسيقته في الاذاعه، وماشي بحال اي اذاعه، لان اذاعه ميديان، اذاعه مغرب عربي، اذاعه البحر المتوسط الدوليه. ما نقدرش، كاينين اللي عاونتو ما نبغيش نقول، خاصهم هما يقولوا. برافو عليك. برافو.
جواب دبلوماسي ولكن لا ماشي دبلوماسي هما خاصهم يقولوا لان كاينين وحدين تين انا ما تنبغيش ندير فيهم خير انا ما تنديرش خير انا شكون انا اذا عندي سبب انا المهم ان كود بوز هكا عاوناهم واللي هما قلال خير ما غاديش تقول لي ما بغيتيش تعيط لي وتصيفط لي بوكيت فلور ولكن تنساو 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 اللي جات مع الاسف شي حاقه من البداية ديال الحلقه بيان سور لا مزيان دوز الميساج الفطور الجمعه الحسنات شويه باش نبدلوا الجو ونمشيو عند كوتش حسنا مع فخرات باغي نتبدل شكرا اسامه اذا مرحبا بك عنوان الفقره لهذا اليوم كيفاش نطوروا كفاءات وقدرات جداد ومهارات جداد بلا ما نطول عليكم نشوفوا الروبورتاج مع اسماعيل ونرجعوا كيفاش يمكن لي نساعدك الموهبه اللي كانت عندي انا شحال هادي با نديفلوبيها اللي هي لا فوتوغرافي المهم كنت بديتها كانت عندي تقريبا شي 14 عام وقيله مع المده بحال بقات تدخل ليا في الدم ولكن صافي عاوتاني مع المده عاوتاني والقرايه وداكشي صافي بحال وليت الله شي عاوتاني وفاش واش كتساعديني زعما تعطيني النصائح باش نعاود نحيها عاوتاني الا عاودتي حيتي هاد الموهبه شنو غيزيد في راسي داك يعني شنو غتستافد منه ملي تنكون بحال دابا تنصور ولا شي حاجه بحال ترتاح فهمتي يعني ما عرفتش انا اصلا من شحال هادي وانا تنحلم زعما نولي بروفيسيونيل في لا فوتوغرافي هادشي علاش بغيت نعاود نحيها ومني تولي بروفيسيونيل في لا فوتوغرافي كيفاش كتصور راسك انا من شحال هادي وانا عندي علاقه مع الطبيعه يعني كتعجبني الطبيعه بزاف والفوتوغرافي كتخليني ديما بحال بعلاقه مع الطبيعه وكتخليني ديما عاوتاني المهم داكشي اللي تيعجبني في الطبيعه هو اللي ديما تنصور تخليني عاوتاني داكشي اللي تيعجبني ديما نبقى نشوفه مره واحده اخرى اذا اسماعيل باش تطور هذه الموهبه ديالك في التصوير خاص اولا تكون هذه الموهبه عندها قيمه كبيره عندك خاصك تربطها في الوجدان ديالك بالاحاسيس ديالك وتنمي علاقتك واعتزازك بهذه الموهبه باش تنمي هذا الاعتزاز حاول تجاوب على السؤال الا وصلتي لمرحله انك تقن هذا الفن الفوتوغرافي شنو هما الايجابيات اللي غيطراو في حياتك شنو هما الحوايج اللي غيتغيروا حاول تصور اجمل الاشياء اللي تقدر توقع وحاول تجعل هذا التصور ولهاد الاشياء اللي غادا توقع اللي غادا تكون اكيد ايجابيه وجميله بزاف جعل منها الحافز ديالك ما تبدا تنفيذ ديال الخطه ديالك حتى تحس باللي راك فعلا متحمس وبلي الحافز كافي يعني يكون ديك لا نوسيون دو بليزير سوفيزانت ثاني نقطة المهارات تكتسب بالممارسة المستمرة أكيد أن المواظبة ضرورية بديتي قبل حبستي استفدتي درس بأنه خاص تنظيم خاص مواظبة خاص استمرار وبالاستمرار كتزيد تمكن من فن التصوير وكتزيد تقن وكتزيد تعلم ثالثا دير لائحة ديال تقنية التصوير اللي خاص تعلمها وديال المعدات اللي لازمك وحاول تشوف شنو هما المراحل ديال هاد الاقتناء ديال هاد المعدات المراحل ديال مثلا تعلم هاد التقنيات حاول تكتب على الورق شنو هي الخطة ديالك وتحدد لكل مرحلة التاريخ ديالها علاش باش ما تبقات اجلت المواعيد ولكن في حين انه مثلا من هنا 3 شهور قررتي بانك تقن هذه التقنيه ديال التصوير تكون من هنا 3 شهور وصلتي لذاك الهدف ودوز للهدف اللي من بعده ودوز للهدف اللي من بعده اهم حاجه انك تبدا وتستمر في التدريب وتنتقد نفسك وتزيد تطور هذا التمكن وحد سعيد حد سعيد لنا كاملين شكرا للكوتش حسنا حد سعيد وموفق في الممارسات ديالو في الاستمراريه ديال الموهبه ديالو حمزه فيلالي السلام عليكم فينك حمزه لا حمزه فيق السلام عليكم ما بقاش حمزه فينك ولا حمزه فيق حمزه فيق صباح حبيبي بخير صباح خويا كي داير صافا الله يحفظك انا في بني ملال دابا في واحد الحي شعبي بزاف واعر بزاف بزاف الناس جاوا باش يشوفونا اليوم ان شاء الله نهار في بني ملال غنبقاو فيها يومين ان شاء الله باش نعطيو الربعه ديال العائله ديك جوج ربعه ديال العائلات ان شاء الله كي داير انت بعدا كي داير مع رمضان توحشتك با اسامه صافا والله الا 10 ايام داز بخير قبل 10 ايام و10 ايام اخرى اللي مازال جايك ما يجي تخلص انت في 10 ايام ولا في 15 يوم ولا في الشهر 10 في 10 في 10 اصاحبي ما شوف كي دير سبيكتاكل سميتو
هذا زواعر بزاف دا زواعر عاد شي فريمون كان كانوا الناس بزاف الحمد لله كيسلم عليك منتصر غدا غادي نكون في بني ملال ان شاء الله غدا بني ملال دار الثقافه الا بغى الله حمزه لاباس عليك كيف راك شوف سلم على منتصر قول لي راه كنشم ريحته من هنا ياك انيق ما عرفتش كيش يدير لا بغيت غير نفهم بغيت نعرفو مين كيشري البياس انا درني فراس صراحه تبارك الله عليك يا حمزه بون كوراج ونتلاقاو معاك من بعد ساعه قبل مرحبا حبيبي دابا اخر فقره معنا هي هز ليا وفكايه قبل ما نرجعوا نختموا الحلقه مع سيمون تاسير هي الاخبار فراسك واحد لا بارودي واحد البودكاست تري سبيسيال نتفرجوا المحقق حمان نعم اخونا رمان خصنا نلقاو القتيل نقول لك واحد السر ويبقى بيناتنا قول انا هو القتيل كنت عارفاها وكنت نستناها تجي منك وباش عرفتيني شميت فك ريحة الغدر ريحة الغدر؟ خديش مقرية في 70 درهم ما عرفتيني شكون أنا؟ شكون أنتي؟ أنا هي المقتولة واش كديرين؟ كنقلب على القاتل أنا هو القاتل واش عرفتيها؟ ياك شميتي فيها الغدر قبيلة نسيتي علاش قتلتيني؟ وعلاش ما متيش؟ حيت المكان اللي حطيتي هي مسند على جبهتي ماشي على نيفي هادي هي العشرة وهادي الخاوة ياك حنا مشاركين الطعام علاش ما قلتيهاش ليا؟ أنا أنت البعيد كنتي كتسمعني؟ كنتي داير لي زيك وكتصنط مازال عشقك في البال سالولي عليها اجمع راسك معاك المحقق حمان شيف عندي طلب أخير إعادة تمثيل الجريمة والله ما نتقفك ونعطيك جبهتي أنا نعطيك نيفي هذاك الشيء اللي باغيه البريدة والله أنا زقلتك إلا بغيتو تعرفو شكون القاتل وشكون المقتول تفرجوا في المحققون شكرا رجاء وايوب كان عندي واحد السؤال في ديك الانترفيو سولاتو فازو عقلتي على السؤال شكون الارتيست اللي ما داش بينك وبينو الفيلينغ كاع نهائيا ما نقولش شنو هما الظروف ولكن اللي ما داش الفيلينغ اللي قررنا اننا نوقفو فاريل ويليامز ما كانش هابي داك النهار ما كان تا إليسا دارت لكم شوية ديال لا إليسا شوف مبات كانت كول لأن في إليسا هذا ولا الستار خاصهم كاميرا ما تشدهمش على اليمين على اليسار اللي فولي بروند ما بلاس قلنا لا ماشي ممكن كان فارس كرم اللي أوبو دو جوش دي كيستيون باي باي يارا نانسي عجرم واخا تعجبني كفنانة اللي قررنا انني مع المخرج داكشي اننا نوقفوا الحوار غنسولك انا بعد نعطيك بعض الاسماء وتعطيني عليهم تعليق في كلمه وفقط في كلمه واحده ناري غتجبد لي الصداع انت اذا سعد المجرد في كلمه واحده معلم انت معلم مومو بوصفيحه في كلمه واحده شاب طموح رشيد ادريسي صراحه في كلمه واحده دابا هاد الاسماء اللي عطيتوني يعني ما تنعرفهمش شخصيا ولكن يعني واحد اعلامي من بين الاعلاميين المتميزين في المغرب تبارك الله عليه وئام دحماني تبارك الله عليها صديقه ديالك صديقه ديالي وهي عرفت كيفاش دخل راسها لان بحكم انها تزاد كبرات في الامارات تبارك الله عليها ممثله مقدمه برامج مغنيه عارضه ازياء جميله وغزاله تبارك الله عليها تبارك الله عليك شكرا منتصر وصلنا لهاد الحلقه دازت التسويعه بيضاء شكرا بزاف يمكنك تعاود ترجع مره والله الا دازت حلقه زوينه معك سي منتصر شكرا ليكيب شكرا لك كونيكور ليك كونيكور شكرا للطاقم التقني والفني شكرا لكم نتوما شهيه طيبه ان شاء الله بزاف راسكم من هنا الغدا بيناتنا ساعه قبل الفطور